3 متر ب 15 جنيه بس، ب 15 جنيه بس عرض 3 متر. رزق الغلابه والله يا بابا، رزق الغلابه. جميع الوان شوفون عرض 3 متر. عملت وعندك مش الجراف كلها اهي، وعندك الساده برضو اهو عرض 3 متر. حلو ده شيفون. النهارده احنا في سوق الخميس عرض 3 متر المطريه. استنى اقول لهم العنوان، تركبي من عند حلميه الزيتون توك توك ينزلك عند باب العيادات الخارجيه في الوش هنا، اول شارع يقابلك في وش باب العيادات الخارجيه خالد هدهد في الشارع ده. الشارع كله قماش زي ما انتم شايفين، من اوله لغايه اخره كله قماش. تمام نبتدي كده ونشوف بقى القماش اللي عند ده شيفون. الناس اللي شغاله ملايات ممكن تاخده تعمله كنارات. ده ب 15 جنيه، 15 جنيه الستاير جي كله ببلاش. ورينا الاطفال كده، ورينا الاطفال عشان في حاجه في دماغي كده عايزه اشوفها. لا وشيفونات فوشيا بتنجاني ليموني بامبا. لا ما شاء الله اطفالي معتبره. ايه ده ولد ده؟ ايه ده ولد ده؟ قوليها كناره اهي. انا في دماغي الكنار دوت ممكن تاخدوه برضه تعملوا لي ملايات. 15 جنيه تمام. الباب هو انا مش عارفه اجيب فوشيا ولا اجيب بامبا. كل الالوان ساده عندك، كل الالوان عشان عندي دفاعي عايز اعملها، بس مش عارفه اجيب لها فوشيا ولا اجيب لها بامبا. 50 جنيه كل حاجه بالمخشن بتاعها، يعني ده كده 30 جنيه. ده 30 جنيه بس، دي فضه. ده فضل عندك ثيابه اهي اللي تشال. وريني بقى الخامه كده يا خالد. اي حاجه اه تقيله ممكن تتعمل بيضات، دي حلوه قوي بيضات. جميع الوان واقف على الحيطه اهو برضه. لا بس ده عرض متر ونص، لو اتعملت بيضات هتبقى حلوه قوي عشان الخامه بتاعتها جميله جدا، واللون بتاعها مستردة مش اللون اللي انتم شايفينه في الكاميرا ده. اللون بتجيكو كافيه لكن هي مستردة على الحقيقه. على فكره ده ليها ماتشنج، يعني هو مدينا شكل اهو في خالد شكل تاني وريهوني برضه. ده الماتشنج بتاعه على طول، والاثنين يبقى نفس الدرجه، نفس الدرجه ونفس كل حاجه ونفس الخامه. بصوا الماتشنج بتاعها فيها دواير بقى، بيقول لك كله على الوشين والاثنين درجه واحده. بصوا الدواير اللي فيها جميله قوي. المتر ب 50 جنيه بس خامتها جميله وعلى الوشين، على الوشين. هو اللون بتاعها ممكن يمشي مع ناس ولا لا؟ اه الفوشيا والبامبا انا بس حدفته لك على الطوب. انا عايز اعرف اللبن ايه ده؟ ايه وبشرب نجيب ب 50 برضو. ده بواي ولا تواب يا خالد؟ ده حلو قوي دي. بصوا فيها كده حاجه زي مشبحه، ودي ليها كده عرجه وعريجه، ودي فيها دواير، دي كشمير. كل ده ممكن يتعمل بيضات وممكن تشدوا بيه الانتريه، حلو قوي. والمتر ب 50 جنيه، يعني 3 جي ستاير مش 3 جي قماش. يقول لك 20 جنيه هنا مدام، حلوه قوي قوي قوي. 20 جنيه، 20 جنيه بس دي ممكن تتعمل ستاير تبقى حلوه قوي. اديني ظهرها كده يا خالد بعد اذنك. والله الظهر بتاعها اشيك من الوش. ايه ده ولا ده؟ والله الظهر بتاعها اشيك كله حلويات. احلى حاجه ان انا ممكن امشي على امشي على الظهر وامشي على الوش زي ما انا عاوز. كله زي بعض. لا عادي، ما هو كل ما يسحب كل ما يديك الوان مختلفه. وب 20 جنيه حلوه الستاير دي قوي، وتقيله اهي في الشتاء. الستاير اللي وراك دي كلها ب 40 جنيه. ده البرنت. طيب الهامر، الهامر ب 50، الهامر ب 50 جنيه عرض متر ونص. طبعا متر ونص الهامر ده كده 50 جنيه. الاطفال ده ايه؟ ده برنت. ده برنت. بصوا 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 القمر ده، بصوا القمر ده، ده توب ده بس احمر. يقول لك حلويات هنا يا بابا، بيقول لك ب 15 هنا ب 3 متر. جميلة قوي. 3 متر هنا ب 2. ده لون احمر بس اللي هو فيه طبعه، ده الهامر تمام. البرنتات دي المتر ب 40، كل ده برنت. حلو قوي الالوان بتاعته، حلوه ستاير. تعمل كسوه انتريك، وممكن كسوه برده، وممكن بيضات، ممكن تنجيد، على حسب ما انت عاوزه. كل ده كده برانتات عند خالد هدهد. انا مش عارفه دي ايه، شانيليا ولا ايه دي؟ لونها اسود. بس اسود، في منها لون فشتقة وفي منها لون بتنجاني. اللي واقف ورا ده ايه يا خالد؟ ايه تبعك ولا تبع اللون اللبني ده؟ ده الجلد ده زي اللبني ده. اه ده زي اللبني، والتاني جلد مقلوب. يعني انا هقرب عشان انتوا مش شايفينه ومش هتشوفوا النقشه اللي فيه الا لما اقرب، وكمان ده هو لونه سيمون.
بصوا وده 50 ده كده 50 الله ده جميل قوي بس لون سيمون فاتح الجلد المقلوب ب 60 بصوا حلو قوي برضو دي فيها تجزيعات كده يا رب تكون ظاهره بصوا التجزيعات اللي فيها حلو قوي ده كل ده كده جلد مقلوب خامه دي جميله برضو قوي فيها كده نمش ده كده ده كده ايه ده كده المورد بتاعها وده الماتشنج بتاعها نقشه تانية اهي متهيألي ده ستاير اكتر متهيألي ده ستاير اكتر بصوا الاتنين الماتشنج مع بعض دي تمشي مع دي ودي تمشي مع دي وبرده النبيتي نفس الحكايه اللون ده حلو قوي جديد بصوا الخامات اللي عنده جميله جدا تيجوا هنا بصراحه تنبهروا الشارع ده كله خامات تنبهروا فيها حلو قوي المقلم ده برده ده متهيألي اتشد بيه صالون يبقى شياكه ده الارضيه منه كافيه وده الارضيه منه كشمير وده بتاع ستاير ده خفيف جدا اللي بقول لكم رسمه الهندي كل ده كده في الشارع اللي فيه خالد هدهد ايه بجنيه حته بخمسه وحته بعشره وحته بثلاثه يا لهوي بجنيه يا نهار ابيض وتشوفوني النهارده المتر ب 10 جنيه لا 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 عرض 3 متر لا والله العظيم بجد ده اخو خالد الاثنين واقفين جنب بعض تشوفون ب 10 المتر ب 10 جنيه تشوفون طب دي كده بواقي والمتر ب 10 الستار ب 10 جنيه برضه الستار ب 10 الستار ب 10 جنيه قطعة 3 متر وعرضي 75 ب 35 جنيه الحتة ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك وماشي ثياب ب 20 جنيه ب 20 جنيه 20 جنيه ده كده ب 20 جنيه والثياب اللي ورا دي جلد مقلوب النهارده ب 25 جنيه المتر 25 ده كده بواقي والنبي اللي عايز يعمل بيضات يجي هنا الحتة ب 10 اللي عايز يعمل كوشانات اللي عايز يعمل كوشانات تمام نشوف احنا اللي ابو 20 جنيه اللي بيقول عليه ده ده حلول ده اخو خالد كام متر 15 جنيه ده المتر 15 جنيه بس كل الجزء ده كده بواقي يعني برضو تبع تفكيرك انت عايزه تعملي ايه عنده بواقي الستائر دي انا وريتها لكم قبل كده عنده ما شاء الله اللهم بارك انا عجباني جدا اللي هي بلاك اوت خامتها فظيعه عندكم الميكي دي عندكم برق بنزين عندكم اللي هو بتاع العنكبوت ده مش عارفه بس باتمان باين ولا سبايدر مان بصوا ده الشيفون بتاعه يعني الشيفون وفي منه البلاك اوت التقيل بتاعه تمام ونفس الحكايه الشيفون بتاعه الميكي اهي تمام ومعاها البلاك اوت يعني انتوا تعملوا على الحيطه الاثنين مع بعض هقول لكم المتر بكام يا حلال الشيفون اللي في الارض بكام 25 عرض 3 متر 25 والبلاك اوت بتاعه 75 عرض 3 اه ده ب 75 نفس السعر انما ده 25 سعره حلو قوي بس هتضطري تاخدي من ابو 25 وتاخدي من ابو 75 عشان تقدري تعملي ماتشنج مع بعض على الحيطه دي ب 25 اهي ومع الاشكال بتاعتها اللي انا قلت لكم عليها وهنا في شكل ستاره شيفون هو اللي باقي من رسمه الاطفال كانت عجباني قوي الرسمه دي ايام ما كان جايب البلاك اوت بس للاسف خلصت شايفين اهي الرسمه جميله قوي الرسمه جميله قوي قوي اهي عليها البنات كان في منها البلاك اوت بتاعها كان جميل جدا الاثنين مع بعض كانوا تحفه المتر دلوقتي كده ب 25 جنيه من الشيفون 75 جنيه من البلاك اوت عندك البواقي زي ما هو قال اسعارها داخل الفيديو وعندك الشيفون المتر ب 10 جنيه بواقي مش من التوب وعندك حاجات تتعمل بيضات تعمل كوشرات تتعمل ستاير في استاذه حتى بتنقي منها اهي يا دوب تعمل بيضات انتري يا رب النهارده الفيديو يكون على قلبكم خفيف ويبقى اول فيديوهات سور خميس بعد فتره والحمد لله رب العالمين رجعنا تاني في سور خميس ويا رب كده مجموعه الفيديوهات اللي نزلها تعجبكم